خلاص خلاص بدأ. ها اخر توبيك بس كده في الجزئيه دي عشان يبقى خلصنا الاف اس ار اف اس ار ام. لو جينا فتحنا كده الكونسول بتاع الاف اس ار ام فايل سيرفر ريسورس مانجر، تحت كلاسيفيكيشن بروبرتي كان في عندي هنا حاجه اسمها اكسس دينايد اسيستنت مسج. ايه الاكسس دينايد اسيستنت مسج دي بقى؟ لو انا عندي دلوقتي اليوزر حاول ان هو يدخل على شيرد فولدر وكان دينايد بيرميشن عليه، دينايد اكسس عليه، هتظهر له سالب ايه؟ اكسس از دينايد. عن طريق الرول او عن طريق الفيتشر ده بقى انا بكستمايز الرساله اللي هتظهر عند اليوزر. مش احنا كنا عاملين في اوبشن كده يا فندم، كنا عاملين ان هو لو مش ليه بيرميشن هو يدخل على الفولدر الانوريشن. تمام، انما ده انا مش مظبطه ان هو هتظهر له الديفولت بتاعها ايه؟ اكسس دينايد. انا عايزه اكستمايز الرساله دي. تمام، اعمل الكلام ده ازاي؟ لو جيت دلوقتي هنا على مستوى السيرفر ذات نفسه كليك يمين كونفيجر اوبشنز، هلاقي في هنا رساله اسمها اكسس دينايد اسيستنس. تمام، هحط هنا علامه صح، دي الرساله اللي هتظهر لليوزر. دي الرساله ايه اللي هتظهر لليوزر؟ ممكن اقول له بريفيو، دي الرساله اللي هتظهر اهي. وهوريكم كمان لو حبيتوا ان انت تعملوا لها كاستمايزيشن تعملوا ايه. يعني ممكن تيجوا هنا تحت كده وتقول له مثلا اجريوت. تمام، بريفيو دي الرساله ايه اللي هتصل لليوزر. تمام يا شباب، يعني اكتبوا الكلام اللي عايزه، اكتب هنا الكلام اللي انت عايزه. تمام، ولو دخلت هنا على كونفيجر، انت ناوي على ايه بالظبط؟ ايه صراخ ايه صراخ؟ لو قلت له هنا كونفيجر ايميل ريكويست، عن طريق الاوبشن ده انا ممكن كمان ان انا ادي امكانيه لليوزر ان هو يريكويست انه ياخد برميشن على الفولدر. بمعنى بدل ما يجي لي العياط هيظهر عنده كده لينكايه قدامه يقول لي لو انت عايز تاخد ريكويست كونتاكت مع مين، ابعت رساله للاونر، ابعت رساله للادمنستريتور. تمام، فهقول له هنا انيبل يوزر تو ريكويست اسيستنس، يبقى انا كده بدي برميشن لليوزر ان هو يطلب مساعده ان هو ياخد ايه؟ برميشن على الفولدر ده من مين؟ ممكن ان انا اخليه يبعت الرساله للاونر، ممكن اخليه يبعت الرساله للادمنستريتور، ممكن الادمنستريتور يريح دماغه ويشيل علامه الصح دي عشان يبقى منه للاونر على طول، بدل ما كل شويه حد ينط له، لا يبقى منه ايه؟ الاونر ممكن يدي برميشن. ده الاونر، ده الاونر يدي برميشن. اليوزر العادي، اليوزر العادي طالما هو اللي كريته. تمام، هنا بقى بيقول لي انكلود ذا فولوينج انفورميشن ان ذا ايميل. الايميل ده حطي فيه معلومات عن الكليمز. احنا قلنا الكليمز اللي هي من شويه كانت ايه؟ اللوكيشن اللي احنا عملناه، يعني اللوكيشن والديبارتمنت. في انواع كتير جدا من الكليمز، دي اللي احنا ظبطناها في الداتا بالظبط. الايميل ده يبقى فيه معلومات عن اليوزر ومعلومات عن الديفايس. بالنسبه لليوزر ايه هو الكليم اللي احنا ظبطناه؟ الديبارتمنت. بالنسبه للديفايس يا سراقه، الكليم اللي هي الكليم اللي هيتبعت اللوكيشن. تمام، وممكن ان انت تحط هنا كمان لسته من اليوزرز، يعني مش شرط تبعت الايميل ده للاونر والادمنستريتور بس، تبعت لسته ليوزرز تانيين. طيب at the end of the email customize هنا عايز تكتب ايه. ومش بس كده، انت ممكن تكتب كمان جوه الايفنت فيور، لما يتبعت ايميل تكتب جوه ايه؟ الايفنت فيور. صح، لو انا عندي مجموعه كبيره من الفايل سيرفر، مش ريكومندد بقى ان انا اعمله على فايل سيرفر فايل سيرفر، امال اظبطه منين؟ ايه رايكم ان انا ممكن اظبطه من الجروب بوليسي، عن طريق الجروب بوليسي. ممكن انا اعمل اي واحط الفايل سيرفرز كلهم في بعض وابعت لهم نفس الرساله بالظبط. تمام، ما هو ده عن طريق ايه بقى؟ الجروب بوليسي. تمام، فبدل ما تكستمايز بايدك هاجي هنا عند الفايل سيرفر بتاعي. انا اسفه الاكتيف دايركتوري، طبعا اتفقنا ان انت تلمهم في مكان واحد. انا هطبقه دلوقتي على مستوى الدومين ككل، ايديت وادخل تحت كمبيوتر كونفيجريشن، تحت بوليسز، تحت ادمنستريتيف تمبلتس، تحت سيستم. احنا شفنا من شويه الكي دي سي، اول واحده اسمها ايه؟ اكسس دينايد اسيستنس. اول واحده بيقول لي كاستمايز المسج، المسج اللي هتوصل للناس شكلها هيبقى عامل ازاي. هقول له هنا انيبل واكتب لي هنا شكل الرساله. تمام، يو ار دينايد اكسس. وعلى راي الواد عمرو الحسيني اخشع
هتصل لليوسف يطلب هتصل دي الرسالة اللي هتصل ليه هنتست دلوقتي هنتست تمام ايه الرياض اللي كان بتعمله دي ما هو تاني طب تصبر معايا تصبر معايا سرقم طيب مش هي دي نفس الليسته اللي او نفس الاوبشنز اللي كانت هناك انيبل يوزرز تو ريكويست اسيستنس تمام وتكتب لي هنا الرساله اللي هتتبعت او الكلمتين اللي هتبعته في نهايه الايميل الفولدر اونر هتتبعت للفولدر اونر وهتتبعت للادمنستريتور وليسته من اليوزرز انكلود الكليمز مش هي دي نفس الاوبشنز اللي كانت هناك تمام يبقى دي اول واحده اعدل فيها نو تكست ماشي بيقول لي هنا بس انت قلت لي ايه اجريات امال انا كتبت ايه مهندسه دي الرساله اللي هتتبعت للاونرز ادي رساله هنا وادي رساله هنا الرساله دي هتظهر لليوزر الرساله اللي فوق دي اللي هتتبعت للاونر اللي هو يطلب منهم برميشن نو تكست ووز انترد ان ذس فيلد ميك شور امال انا كتبت ايه تاني كده ابلاي لما ضغطت انتر كان مستني لسه مني كلمه بص لو قلت له ابلاي هنا تمام فشلت بس الانتر دي ابلاي قبلها ماشي لايف دي ده غباء منه ما علينا طيب والاوبشن التاني هعمل هنا ايه انيبل بقى للفيتشر ده وبي فيري كيرفول في حاجه بقى الاكسس دينايد ده اساسا ده بالنسبه للويندوز كلاينت سبورت ابتداء من ويندوز 8 ويندوز 8.1 ده بالنسبه لايه للويندوز كلاينت سبورت ابتداء منين من 8 وايه 8.1 الداك اللي اتكلمنا عنه من شويه تقدر ان انت تظبطه على ويندوز سيرفر 2012 مش ار 2 حتى 2012 تمام لكن بالنسبه للكلاينت اللي هتست عليه سبورت ابتداء من 7 سبورت ابتداء منين من 7 فبي فيري كيرفول دايما الفيتشر ده سبورت على انهي اوبريتنج سيستم تمام وساعتها لازم الدومين فانكشنال ليفل يكون 2012 الدومين فانكشنال ليفل عشان اشغل الداك لازم يكون ايه 2012 تمام هاجي بس هنا كده على الفايل سيرفر واقول له هنا جي بي ابديت على فورس لو جيت هنا كده بقى قلت له كليك يمين كونفيجر اوبشنز ودخلت على اكسس دينايد اسيستنس واضح يا اسلام اخد منين سمع منين من السيرفر سمع منين يا شباب من السيرفر ما هو تاني عن طريق الجروب بوليسي بدل ما اعمل الكلام ده على فايل سيرفر فايل سيرفر لا على السيرفر ايه على الاكتف دايركتوري يبوش الكلام ده لكل السيرفرات وخلاص تمام بريفيو دي رساله الايرور اللي هتطلع وهيقول له كمان ليه؟ لاني عملت انيبل للفيتشر ده تمام هاجي بقى تست دلوقتي على مكنه الكلاينت لغايه ما المكنه كده تقوم هي المكنه اوريدي ممبر من الدومين هاجي بس هنا على الفايل سيرفر وكريت هنا اي فولدر داتا واشير الفولدر ده شيرنج تمام وبالنسبه للبرميشنز ماشي ايفري وان مفيش مشاكل بس بالنسبه للسكيورتي بقى ادفانسد ديسيبل الانهيرتنس ريموف تمام بالنسبه للادمنستريتور فول كنترول وبس منى ليها برميشن ساعتها على اليوزر على الفولدر ده يبقى المفروض يديها دينايد ولا لا صح نتست بقى كده على مكنه التن اخش حيوط تي شوت على منى هوقف بس الفيديو لغايه ما يكريت البروفايل لان ده يوزر جديد ماشي معايا اهو دخل شباب دخل لو جيت دلوقتي ادخل على الفايل سيرفر باك سلاش فايل سيرفر دي مكنه التيل اهو الكلاينت عشان ما تلخبطوش نفسكم اهو بيرسونلايز تمام لما جيت ادخل دلوقتي على شير دوكس لا مش دوكس كانت ايه داتا صح ايه اللي حصل يو ار دينايد ريكويست اسيستنس لو اليوزر ضغط هنا
explain why you need to access مش عارفه ايه, يكتب الكلمتين اللي هو عايزهم هنا ويقول له send. طبعا في حالتي هيفل send لان انا مش مظبطه الميل سيرفر. احنا اتفقنا لازم كل ده اظبط مين؟ الميل سيرفر على الاف اس ار ام. ازاي تاني؟ كليك يمين configure options واظبط هنا ايه؟ الميل سيرفر. تمام. الجزئيه الاولانيه بتاعت الاكسس دينايل كده فيها مش هنا تحط هنا الاي بي او الاسم بتاع الميل سيرفر بتاعك الاكستشينج بتاعك اللي احنا لسه هناخده قدام ده. تمام. طيب منى تقدر واخد بس لاعب محتوى ان احنا ايه ده الخفه دي يا مان يا مان اهلا مكانك اضربه معايا يلا بس الفيديو شغال الفيديو شغال ركز قدام بص قدام. اخر حاجه بقى فايل مانجمنت تاسكس. ايه فايل مانجمنت تاسكس؟ لو انا قلت له دلوقتي كرييت فايل مانجمنت تاسك انا ممكن دلوقتي اقول ان الملف الفلاني بعد عدد ايام معينه من الكرييشن بتاعه او عدد ايام معينه من الاكسس بتاعه كده الملف ده قدم. بعد 100 يوم مثلا الملف ده او الملفات دي تدلت بقى لها 100 يوم تدلت. تمام. افرض ايه؟ قول يلا. لو انا دلوقتي الملفات دي مثلا ما هو ده بتكستمايز يا استاذ سعيد انت كده بتكستمايز براحتك. انا مش معناه ان انا بقول لك مصت ان الملفات مجرد وصلت ل 100 يوم. تمام. كل ده هنعمله كستمايزيشن دلوقتي. انت ممكن تختار الفيتشر ده او تحدد الفيتشر تقول ايه الملفات مثلا اللي بقى لها يوم واحد يتعمل لها باك اب. تمام. الملفات اللي بقى لها 100 يوم بدل ما تدلتها تحطها جوه فولدر اسمه اكسبايرد عندك على الايه رن الاكشن اللي على مزاجك. تمام. فاقول له هنا كرييت فايل مانجمنت تاسك سميه هنا الاسم اللي انت عايزه زي مثلا هقول له اولد فايلز السكوب بتاعي اد انا عايزه رن الكلام ده على دوكس مثلا. تمام. اكشن ايه هو الاكشن اللي انا عايزاه بقى؟ فايل اكسبيريشن. يعني ايه فايل اكسبيريشن؟ يعني دلوقتي الفايلات دي مجرد ما تعدي عدد ايام معينه من الاكسس تتحط عندي على السي على فولدر اسمه اكسباير على فولدر اسمه ايه؟ اكسباير. انهي ملفات؟ لازم الاول اكرر دول اول حاضر اكسباير لا انا عامله سي اكسباير. تمام. طيب انهي النوتيفيكيشن؟ النوتيفيكيشن يعني ايه؟ مجرد ما يحصل الاكشن ده اد فاكرين الشاشه دي؟ تمام. يتبعت ايميل يكتب في الايفنت فيور يرن كوماند معين. تمام. ممكن ان انا اجنريت ريبورت في صوره دايناميك ولا اتش تي ام ال وات ايفر. ايه هو الكونديشن بقى؟ الملفات دي امتى تتنقل للفولدر اللي اسمه اكسباير؟ لو انا قلت له دلوقتي مثلا سنس ان عدد الايام بتاع اللي اتكريت فيها اتكريت بقى له مثلا 100 يوم. تمام. ومحدش اكسس الملف ده مثلا لاست اكسست بقاله 60 يوم بقاله 60 يوم محدش اكسس الملف ده خالص اتكريت من 100 يوم وبقاله قد ايه؟ 60 يوم محدش اكسس. تمام. واخر مره اتعمل فيه موديفاي مثلا 60 يوم برده مثلا محدش بيعمل فيه موديفاي. عشان كده اسلام سعيد قلت لك كاستمايز بنفسك ومش شرط ان انت تدلل. انا ما دللتش انا نقلته فين؟ في الاكسبيريشن. تمام. ممكن كمان ان انت تاكسكلود فايل نيم باترن وايلد كارد ار سيبريتد مش تاكسكلود اسفه تحدد ملفات معين هي اللي ترن عليها الاكشن ده دوكس مثلا ملفات اللي امتداداتها دوك الملفات اللي امتداداتها جي بي جي وطف حدد اللي انت عايزه. تمام. هيبدا انه يشغل السكيدول اللي انا او الاكشن اللي انا عملته ده كل قد ايه هيبدا يتست على الملفات كل قد ايه حدد له سكيدول معين قول مثلا كل الايام. تمام. الساعه كذا. تمام. مش شرط كمان ان الاكشن بتاعك ان هو تنقله للفولدر اللي اسمه اكسباير. امال ممكن تعمل ايه؟ ممكن تكستمايز زي ما قلت لكم مثلا ترن هنا امر معين مثلا سكريبتيه تجهز سكريبتيه انه يباقه بالداتا اللي حصل عليها الاكشن ده. تمام. إيه ان هو ممكن يعمل ايه كمان؟ يدلت رن السكريبتيه اللي انت عايزها او ممكن ان انا اربطه مع سيرفر اسمه ار ام اس
رايت مانجمنت سيرفر. ده السيرفر هناخده في اخر قصه خالص باذن الله. ممكن برضو ان انت تعمل انتجريشن ما بينه، لسه ما نعرفش احوار الار ام اس ده. تمام، في اي كده مشكله في الفايل مانجمنت تاسك؟ يبقى ده عباره عن ايه؟ انا بران لتاسك. التاسك دي بتبدا تتشيك على الملفات، بقى لها قد ايه متكريته، بقى لها قد ايه متاكسسه، بقى لها قد ايه ما اتعملش مثلا ليها موديفيكيشن. تمام، لو حصل عليها مثلا بعمل تشيك على كذا حاجه. لو انا دلوقتي رنيت الكذا تشيك دول والملفات بتميت الكريتيريا دي، تعمل عليه اكشن معين. الملف تعمل عليه اكشن معين زي ايه؟ تدلته، تنقله جوه فولدر اسمه اكسبايرد مثلا، تشغل عليه باك اب، وات ايفر اللي انت عايزه. في اي مشكله في الجزء ده يا شباب؟ تاني